السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة موغادور للرقي والمعرفة أينما كنتم، أهلا بكم. سعدت بلقياكم. هذا الشريط هذا يأتي من أجل مناقشة مستجدات التعليم، أي بخصوص يعني الشروط الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والرياضة بالنسبة لمن أراد أن يترشح لمباراة التعليم في قادم السنوات وفي قادم الأيام. وكذلك هذا الشريط هذا جاء يمكننا نقول بأنه جزء ثاني للشريط الذي عنونته والذي حقق نجاح باهر، الذي عنونته كل ما تحتاجه للاستعداد لمباراة التعليم 2021. الشريط هذا يعني حصد مشاهدات هائلة، يمكنكم الرجوع إليه، سوف تجدون الرابط هذا الشريط، غادي نخليه لكم في علبة الوصف. صراحة ما توقعش أن هذا الشريط هذا يحصد المشاهدات هذو، ملي عاودت تفرج فيه لقيت بأنني عطيت فيه تجربة خاصة، عطيت فيه بعض الأشياء. اليوم جزء ثاني غادي نعطي فيه أكثر الأشياء التي سوف تساعد الطلبة والطالبات من أجل اجتياز مباراة التعليم بنجاح، وأخص بالذكر الذين يودون اجتياز مباراة التعليم للسلك الابتدائي. بالنسبة لمن يحلم للولوج إلى مهنة التدريس، فبالنسبة للمستجدات فمن السنة القادمة إن شاء الله فوزارة التربية الوطنية أعلنت على أنها ستقوم بفتح مسلكين جديدين في علوم التربية، الأول تخصص سلك ابتدائي والثاني تخصص ثانوي. يعني أن الطلبة اللي غادي يحصلوا على البكالوريا وكيحلموا أنهم يوليوا مدرسين ومدرسات فلا بد عليهم أن يراجعوا علوم التربية حتى يتم قبولهم في هذه المسلكين، لأنه قالوا بأنه سبيه معاهد الاستقطاب مثل الطب، مثل دوك المدارس الكبرى اللي خصك إلا بغيتي تدخل لهم خصك تدوز واحد مباراة الولوج كونكور داكسي كما كنقولوا اون فرونسي. إذا فلا بد أنكم تراجعوا علوم التربية، وباش تراجعوا علوم التربية فأنصحكم أنكم تقرأوا علوم التربية من كتاب واحد. كاينين كتاب، أنا عن نفسي قريت في واحد الكتاب ديال العربي السليماني أريكم إياه، وهناك كتب أخرى، فأنا قريت من هذا. يعني ناخذ كتاب ديال شي دكتور ولا شي واحد مختص في علوم التربية وغادي نقراه من الأول حتى الأخر باش نفهم الصيرورة ديال الإصلاحات التي طرأت على الشأن التعليمي بالمغرب، ونعرف البيداغوجيات التي يستعين بها المدرسون والمختصون في الشأن التعليمي. الكتاب هذا أنصحكم به المعين في التربية ديال الدكتور العربي السليماني، وهناك كتب أخرى مثل الدريج واللائحة الطلاب. قلبوا، كاين كتاب كبار معروفين واللي غادي يفتح عليه الله إن شاء الله، وسوف يجتاز مباراة الولوج إلى السلكين الجديدين. إذا فغادي سوف يجتاز 4 سنوات من تكوين، سوف يحصل على إجازة في علوم التربية. مني غادي يحصل على إجازة في علوم التربية أنا ذاك غادي تخول لهذه الإجازة أنه يدوز مباراة التدريس. مني غادي ينجح في مباراة التدريس غادي سوف يجتاز سنة من التكوين. هذا هو المسار بالنسبة لمن أراد أن يصبح مدرسا. أما بالنسبة للناس اللي عندهم إجازات من قبل فهذوك غيتخص لهم بالنسبة للمناصب التي سوف يعلن عنها بالنسبة للمباريات في التعليم، سيتخص لهم 20%، يعني 80% لهذوك الناس اللي غادي تكون عندهم إجازات في علوم التربية 80%، والناس اللي عندهم في التخصصات الأخرى اللي عندهم إجازات في التخصصات الأخرى غيتخص لهم فقط 20%. هذه هي المستجدات بالنسبة للشروط ترشح لمباراة التدريس، المزازين والمزازات اللي عندهم إجازة في مختلف التخصصات. فحتى هما النصائح اللي كنقدم لهم فأنهم يراجعوا من كتاب واحد بالنسبة لعلوم التربية. ومن بين الأمور التي أركز عليها بالنسبة لمراجعة الديتاكتيك وكذلك المعارف الخاصة بمواد مثل مادة الفرنسية أو مادة اللغة العربية أو مادة الرياضيات، فأحث على الاستعانة بالكتب المدرسية. فمثلا بالنسبة للغة الفرنسية فكتاب التلميذ بالنسبة للمستوى السادس كافي لمراجعة ديتاكتيك اللغة الفرنسية بالنسبة للتعليم الابتدائي. بالنسبة للطلبة والطالبات اللي كيقولوا شحال هذه كندوز مباراة التعليم ولكني ضعيف في اللغة الفرنسية، من الآن يقدر مباراة التعليم ما غاديش لن تزرى إلا في شهر 10 أو في شهر نوفمبر القادم، أي شهر 11. فمن الآن غادي خصك تبدأ تستعد،
ماشي غادي تبقى حتى يبقى لك شهر عاد غادي تبدا انك تراجع من الان. واحيلك على كتاب التلميذ. فمثلا بالنسبه للغه الفرنسيه مثلا غادي ناخذ كتاب التلميذ ديال المستوى السادس. علاش؟ لانه بالنسبه لكتاب التلميذ غادي نراجع المعارف ديالي وغادي نراجع كذلك طريقه يعني طريقه بناء الدرس. فغادي نشوفوا نشوف معكم الان تابعوا معي. اذا هنايا غادي نشوف معكم مراحل انجاز الدرس وباش نشوفوا الاهميه من مراجعه الطالب والطالبه من كتاب التلميذ. اذا غادي نشوفوا النموذج بالنسبه للماده الفرنسيه. اذا غادي ناخذ المكون الاول اللي هو كومونيكاسيون اكت لونغاج. اذا غادي نوريكم الاهميه ديال المراجعه من كتاب التلميذ. الاهميه الاولى غادي نشوفوا بان كومونيكاسيون اكت لونغاج يجرى في اسبوعين. هذه معلومه اولى. ثانيا بان هذا في حصتين في كل اسبوع. اي ان الدرس ديال كومونيكاسيون اكت لونغاج يجرى في اربعه حصص من بين الاسئله اللي كتحط في مباراه التعليم. كذلك كنتعلموا اننا نديروا الصياغه لي زوبجيكتيف. لي زوبجيكتيف الاهداف التعليميه كيكونوا مذكورين هنايا بالنسبه لكل درس. اذا شفتوا مع الدرس لوبجيكتيف هو رابورتي ان ايفينمون فيكو سيتيي دون لو طون اي دون لسباس سو ريبيري دون ان ريسي ديكسبيريونس. اذا هو هذا هدف تعلمي. اذا كنتعلموا بس اننا نصيغوا اهداف تعلميه. اذا بالنسبه للدرس هذا فهو يجرى في اربعه مراحل. اذا مع وانت كتراجع في كتاب التلميذ كيترسخ في الذهن ديالك مراحل الدرس. اذا فعندنا المرحله الاولى بالنسبه للكومونيكاسيون ان لونغاج سميتها زوبسيرف اي جو ديكوفر. وهذا الشيء اللي كيكون في الجزء هذا بالنسبه للافيش بيداغوجيك. هذا الشيء اللي كيكون فيه. اذا فهذه قبل الاستماع لو ديالوغ او مشاهده الفيلم الوثائقي او اي شيء. اذا فكيكون عندنا لو سيبور سند اللي هو كيكون عباره عن سند سند. اذا فملاحظه السند من اجل اخذ الفكره العامه عن الموضوع واستنباط الفرضيات اي دفع المتعلم والمتعلمه الى طرح فرضيات. هذا الشيء اللي كنديروا بالنسبه لهذه لافاز هذه المرحله الاولى اللي هي قبل الاستماع الى الحوار. واذا فكنحاولوا اننا نستغلوا دوك المؤشرات صور عنوان اي شيء وبمساعده الاستاذ هذه الاسئله هذو كيطرحهم الاستاذ فليضع المتعلم والمتعلمه فرضيات حول موضوع هذا الدرس هذا ديال كومونيكاسيون اي دي بونغاز. كتجي لافاز الثانيه اللي سميتها جو مانيبول اي جو ريفليشي. اذا فمن خلال هذه المرحله دفع المتعلمين والمتعلمات الى التفكير والتفاعل من خلال التحقق من صحه الفرضيات. اذا وبناء المفهوم المستهدف ثم تطبيق و كما كنقولوها كنقولها بالفرنسيه ابليكاسيون اي ترانسفير. تطبيق المفهوم المستهدف. اذا كنبنيه وكنطبقوه من خلال الوضعيات. ملي كنقول المفهوم فعباره عن لي زيكسبرسيون اللي غادي نتعلموهم في هاد لا كومونيكاسيون هذا وفي هاد الدرس من خلال الوضعيات المدرسيه. ثم تدريب المتعلمين الى ان قبل تمريرها لكي يطبقوها في وضعيات شبه رسميه. مزيان. اذا فهاد لافاز هادي ديال جو مانيبول جو ريفليشي غادي ندير فيها دو سيونس. ندير فيها دو سيونس ها هي. وكتجي لافاز الثانيه اللي هي ايفاليسيون ريميدياسيون. فهاد لافاز هادي الاستاذ يحاول ان يقوم بتقييم المتعلمين والمتعلمات على مدى تحقق اهداف الدرس ويعطيهم الفرصه انهم يعبروا ويستعملوا ذوك المفاهيم اللي تعلموها من خلال هذا الدرس هذا. اذا فهنا يسموها في الكتاب جو مونترين. جو مونترين كيعطيهم اون سيتياسيون بحال قلنا تمرين جو مونترين. اذا هنا وكيعطيهم الفرصه انهم يعبروا. اذا فهذا هو الدرس يزرع على اربعه حصص. اذا غادي نمروا بس ما يكونش الفيديو طويل غادي بسرعه غادي نشرح لكم مراحل كل مكون. اذا فعقلوا معايا فبالنسبه للاكت كومونيكاسيون اكت لونغاج فهو يزرع على اربعه حصص. حصتين في الاسبوع الاول وحصتين في الاسبوع التالي. وكل حصه اذا في كل حصه كيكون فيها الحصه الاولى 30 دقيقه والحصه الثانيه 20 والحصه الثالثه 30 والحصه الثانيه 23. اذا فيقوم الاستاذ بتكييف هذا الزمن. هذا الزمن الزمن هذا مخصص لكل مكون. اذا فكتكون الحصه الاولى ملاحظه واكتشاف جو مانيبيولي جو ريفليشي. اذا افكر. اذا كنفكروا وكان من بعد كان اثناء الاستماع اي اثناء الاستماع. ثم بعد الاستماع كيكون عندنا
جو روتيان دوك لي جو روتيان ثم فالحصه هذه جو روتيان جو روتيان اي جو مانيبيول جو ريفليشي كدار كدار في حصتين ثم كتكون لونترينمون ان بتيت اكزيرسيس مزيان. اذا غادي نمروا لا ليكتور. بالنسبه لا ليكتور كتلاحظوا معايا بان ليكتور تجرى في اسبوع واحد اربعه الحصص في اسبوع. اذا فكيكون عندنا بالنسبه كيكون عندنا دائما كيكون عندنا لوبجيكتيف ريكونيتر ان تيكست ناراتيف افيزي انفورماتيف. اذا كيكون عندنا لو تيكست كيكون عندنا واحد الصوره ولا اون ايليستراسيون وكتكون عندنا المراحل. المرحله الثانيه كيكون فيها زوم سيرفي جو ديكوفر. اذا فمن خلال هذه المحطه هي قبل القراءه قبل القراءه صامت اي قراءه صامته او جهريه ف يستبق المتعلم والمتعلمات معنا وموضوع النص قبل اي قراءه كما قلنا من ملاحظه الصور والرسوم والعنوان والعنوان واسئله قبل القراءه لدفع المتعلم والمتعلمات لوضع فرضيات وقراءه اي مشير والتعبير بحريه بهدف رسم معالم النص. اذا فهنا استباقيه قراءه استباقيه لكل المؤشرات من اجل وضع فرضيات. اذا ف وكنمشيو للمرحله الثانيه اللي هي سموها هنايا جو كونستروي لو سونس. اذا فنهتم في هذه المرحله هذه نهتم ببنيه النص الشكليه وفهم المكتوب والتحقق من الفرضيات ويتم انجاز هذه الانشطه بعد قراءه جهريه. اذا هذه كتكون بعد القراءه الجهريه او الصامته للمتعلمين وتقترح اسئله من خلال يتم تحليل النص ويتم الاجابه عليها جماعه من طرف جماعه القسم كنديروها جماعه كوليكتيفمون كما كنقولوا واغناء المعجم الذهني ديال المتعلمين. اذا هذه المرحله هذه كلها بوندون لا ليكتور كدار في دو سيونس كدار في دو سيونس. كتجي المرحله الاخيره جو بارتيسيب او ديبا اي جو ميفاليو. اذا فهذه بعد القراءه. اذا فهذه المحطه تعنى بتقييم فهم المتعلم والمتعلمات للنص وتسمح للمدرس بالتدخل لدعم او معالجه اي تعثر يلاحظه الاستاذ. اذا فهنا هنا هذا هو بالنسبه لليكتور. نمشيو لمكون اخر غادي نمشيو لليكتور ديكسيون. ليكتور ديكسيون اذا هو هذا ملي كنقولوا ليكتور ديكسيون فكنقصدوا بها القراءه الشعريه. اذا فبالنسبه للقراءه الشعريه او بلاد ليكتور ديكسيون فكتلاحظوا فهي تنجز في ثلاثه حصص من 30 دقيقه كل حصه فيها 30 دقيقه ثلاثه الحصص مزيان. اذا ويقسم الى ثلاث مراحل بيداغوجيه. عندنا مرحله الاكتشاف مرحله الفهم ومرحله جودي بيان وبيان فيها التقييم وفيها الانشاد الترديد والتقييم ترديد لو بويم. اذا وتقييم مدى فهم المتعلم والمتعلمات لهذا النص الشعري. اذا هذا هو. اذا الحصه الاولى الملاحظه والاكتشاف، الحصه الثانيه دراسه النص شكلا ومضمونا، ثم المرحله الثالثه انشاد وتقويم. اذا هذا هو بالنسبه للقراءه الشعريه. غادي نمشيو للمكونات ديال لا لونغ. اذا فبالنسبه لا لونغ غادي نبداو مع ليكسيك. اذا فليكسيك دائما ردوا البال للزوبجيكتيف راه كيكونوا يوتيليزي لو ديكسيك تيماتيك دو لا تكنولوجي. هذا هو الهدف لوبجيكتيف. اذا فتا هو الدرس ديال ليكسيك كيدي لنا اسبوعين. اذا كيكون عندنا لو سيبور ديما كيكون عندنا ان سيبور عباره عن دي فراز وبيان ان بتي تكست. اذا كتكون عندنا المرحله الاولى زوبشير اي زو ديكوفر. كتكون عندنا جو مانيبيول جو ريفليشي جو روتيان اي جو مونترين. هنا بالنسبه للميزون برونتيساس كاينه ان بتي ديغنوستيك كيديرو اسمو واحد لا روبريك ما كاينش هنايا بالنسبه لو فرونسي براتيك ما كاينش هنايا. كاينه في ميزون برونتيساس كاينه سو كو جو سي ان بتي ديغنوستيك اون كيلكو سورت ولكن ما كاينش هنايا. اذا فبالنسبه ل سو كو جو سي هو ان بتي ديغنوستيك كما قلنا وكيكون زوب سيرفيس دو كوف كاين هنايا جو ريفليشي وكاينه جو روتيان جو ريكونستروي لا ريغل كنستنبطوا القاعده وكاينه جو مي فاليو. جو مي فاليو اللي تقييم ونقف على مدى تحكم المتعلم من الظاهره المدروسه. اذا فهذا هو اللي كاين بالنسبه للدرس ديال اذا فبالنسبه للدرس ديال لا لونغ كيتشابهوا نفس المراحل. ردوا معايا البيان لي زوبجيكتيف كيكون لو سيبور ان بتي تكست وبيان دي فراز ملاحظه واكتشاف
جو مانيبول جو ريفليشي افهم افهم واطبق افهم سميتو افهم واطبق. اذا ف وهنايا كتكون عندنا جو مونترين جو ميفالي. اذا ف كيكونوا حصتين حصتين الحصه الاولى في الاسبوع الاول والحصه الثانيه في الاسبوع الموالي. هذا بالنسبه نفس الشيء بالنسبه لا برودكسيون دو ليكري لا برودكسيون دو ليكري. اذا فلا برودكسيون دو ليكري غادي نشرحوها حتى هي. فبالنسبه كيكون عندنا ان تيكست وكان بالنسبه كتكون ملاحظه صامته لهذا لو تيكست هذا ملاحظه اكتشاف نوعيه التيكست هي هذه جوبسيرف اي جو جوبسيرف اي جو ديكوفر. كيكونوا عنده اسئله كنطرحوهم من خلال طارومو اكتشاف نشوفوا هذا لو سيبور هذا هذه الصوره العنوان ونشوفوا الشكل ديال لو تيكست. اذا كتشوفوا معايا هنا بالنسبه دو ايتيري سو تيكست اذا كنشوفوا المرجع لا ريفيرونس. اذا هذا السؤال هذا يرومو اننا نلاحظوا المرجع كيلي لو بروجي ادوبتي بار لو غوفرنمون بور كيل ريزون. اذا نشوفوا معايا هنا انفيرونمون كنشوفوا العنوان لي ديفي ايكولوجيك دو ماروك. هنا هنا كون لو غوفرنمون اتيل ادوبتي ا كي سادريستيل. اذا فهنا بالنسبه ا انفورمي 5 دون كيل بوت جو كوس لا بون ريبونس. اذا فهنا كنحاولوا نشوفوا نوعيه النص كنشوفوا نوعيه النص ونحاولوا نشوفوا لا بروميير لو بروميير باراغراف لو ديرنيير باراغراف باش اننا نجاوبوا على هذه الاسئله هذه بدون قراءه النص. هنا جو مانيبيل جو ريفليشي جو كومبليت بار تيتر شابو دي باراغراف دي ليستراسيون. اذا فكنحاولوا باش نكتشفوا. اذا هنايا من اجل استخراج خصائص واحكام الكتابه المعتمده في هذا النص. اذا هذا الشيء كنديروا بالنسبه لجو مونترين جو مانيبيل جو ريفليشي كنصيبوا في هذه الاسئله كامله جو روتيان جو مونترين جو مونترين كنديروها جماعه بروميير ايساي وكيكون جيكري دوزيام ايساي من بعد. اذا ف باش كتكون بعدا باش نعاود معكم كاينه عندنا ملاحظه واكتشاف وكيكون جو مانيبيل جي ريفليشي كنقوم بتحليل وملاحظه النص واستخراج الخصائص ديال نوعيه ديال التكست يساجي دان تكست ناراتيف او بيان اكسبليكاتيف. اذا نوعيه النص جو مونترين هاد جو مونترين كنديروها مع جماعه القسم لتهيئه المتعلمين والمتعلمات الى الانتاج والكتابه الفرديه للتطبيق تقنيه الكتابه التي سيكتشفونها. كنديروا واحد ان بروميير ايساي جماعه. اذا وكنوريهم التقنيات كنديروا جماعه واحد المحاوله جماعه باش في المحاوله الفرديه كيديروها اي جو برودوي تنجز المرحله الثانيه كتسمى جو برودوي مرحله ينجز فيها المتعلم والمتعلمات فرديا كل ما تعلموه. وكتجي المرحله الاخيره اللي هي ايفاليسيون اي سيتيان ودعم يراجع المتعلم انتاجه ويصححه بنفسه حسب سبق التصحيح المقترحه. اذا فهذا بالنسبه هذه هي المنهجيه واو المراحل التي تتبع من اجل انجاز درس لا برودكسيون دو ليكري. اذا ف وعندنا سباق اخر ما شفناش عندنا ما شفناش لا كونزيغيزون. نعم وي عندنا كونزيغيزون فنفس المراحل ديال لا غرامير ليكسيك كيكون عندنا لوبجيكتيف ديال الدرس كيكون عندنا ان سيبور ونفس المراحل جوبجيرف اي جو ديكوفر جو مانيبيول جو ريفليشي جو ريتيان اي جو مونترين اي جو ميفاليو. ايه هو الاهميه ديال الكتاب الدراسي انك نرجع للدروس مثلا غادي نراجعوا لو باسي كومبوزي نسيناه غادي نراجعوه كنراجعوا المعارف ديالنا وكنشوفوا لي زوبجيكتيف وكنتمرنوا على بزاف د الحوايج وكنشوفوا كيفاش ان الدرس كيف ينجز الدرس. اذا لو باسي كومبوزي كنلاحظوا لي زومونيم اذا كنراجعوا الدروس ديال البروغرام ديال البرنامج الدراسي ديال السنه السادسه والاغلبيه ديال الاسئله بالنسبه لمباراه التعليم كيتحطوا من السنه السادسه او السنه الخامسه. اذا فحظ موفق للجميع واتمنى ان يروقكم هذا الشرح. اذا موعد اخر ان شاء الله.